مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين في حلقة هذا اليوم من داخل مدينة طرابلس، بالتحديد في شركة الهندام للملابس الأوروبية. معانا متسابقين نتعرفوا عليهم، شو اسمك؟ عبد المالك. عبد المالك، وانتي؟ شدا. شدا. عبد المالك وشدا، حنسلكم سؤال، لو جاوبتوا عليه حتربحوا معانا، ولو ما جاوبتوش على السؤال حتخشوا معانا في تحدي. جاهز؟ جاهزة شدا؟ ايه. عندك في الحساب؟ ايه. وانتي؟ ايه. با نقولوا 5 و5 وزيهم مرتين، قداش يطلع؟ قداش؟ 35. وانتي؟ 45. 5 و5 وزيهم مرتين، قداش قلت لي يطلعوا؟ 35. وانتي قداش قلتي؟ 45. 45، تمام. الإجابة الصحيحة هي إجابة شدا، الناتج يطلع 45. جيبوا لها الجوائز شباب. أول جائزة ليك مقدمة من شركة أبان للألعاب والقرطاسية. أبان أبان. يلا، والجائزة الثانية السلة الرمضانية مقدمة من شركة كيوت بيبي. يعرف طيب يا زلمة. يلا، ونزيدوك جائزة مقدمة من أحديث الشريف. يلا، وعندك جائزة ثانية مقدمة من محلات الدرهوبي للملابس الشبابية. ونزيدوك كوبون بقيمة 100 دينار مقدم من منتزه بي هابي. وعندك جائزة ثانية مقدمة من شركة كيوت بيبي. قلت عليهم شو داعي بسكوتي ما تطلعي الحاج. يلا، ونزيدوك جائزة مقدمة من شركة الندى للصناعات الغذائية. وعندك جائزة مقدمة من شركة الهندام للملابس الأوروبية. الهندام الهندام. عندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من بيتزا سباناتشي. يلا تو نشوف شو قلت لي اسمك. عبد المالك ولا؟ ايه. يلا يا عبد المالك، جيبوا الجوائز لعبد المالك. أول جائزة ليك يا عبد المالك مبلغ مالي مقدم من شركة لميس وتوري الأردنية، حاجة صح ومية مية، طبعا مبلغ مالي بقيمة 500 دينار. لميس وتوري الأردنية، حاجة صح ومية مية. ونزيدوك جائزة مقدمة من شركة الهندام للملابس الأوروبية. يلا، ونزيدوك جائزة مقدمة من شركة كيوت بيبي. ها؟ بيبي. يلا، وعندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من بيتزا سباناتشي. ونزيدوك جائزة مقدمة من شركة أبان للألعاب والقرطاسية. عندك جائزة مقدمة من شركة عالم النحل لأبناء الأربد، عسل طبيعي. ونزيدوك جائزة وجبة مقدمة من مقهى هاشتاج في قرجي الشارع الغربي. وعندك جائزة ثانية مقدمة من شركة أوركيدا للتجارة العامة والشحن الجوي. وعندك جائزة مقدمة من ريبان للنظارات الشمسية والطبية. وعندك كوبون بقيمة 100 دينار مقدم من منتزه بي هابي. والجائزة الأخيرة مقدمة من شركة الندى للصناعات الغذائية. عجبوك الجوائز عبد المالك؟ ايه. بحبحت معنا ولا؟ ايه. يلا على طول مشاهدينا الكرام، ما تمشوش بعيد، خلوكم معنا. مذيع صغير جمهور كبير، برنامجنا اسمه هاي بحبح هاي، كل مدينة درنا بصمة على وجوه الناس، زرعنا هالبسمة، صورنا في الغرب والجنوب والشرق، ما درنا فرق، اتحدينا الأزمات.
والعام نزيد نتميز أكيد والعام ندير وفكرة وموضوع جديد خمسة سنوات إبداع وإنجازات هاي بح بح هاي بالجو أحلى أكيد